السلام عليكم ورحمة الله. قصة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. ندوة في نواكشوط تبحث موضوع صفات ومؤهلات رئيس موريتانيا القادم بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. وزير الاقتصاد والمالية يقول إن السلطات قررت إغلاق أجهزة السوق القديم المملوك للدولة حفاظا على سلامة المواطنين. تسجيل أزيد من 100 حادث سير على طريق الأمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور محمد الأمين ولداهي إنه من أجل تحديد صفات ومؤهلات رئيس موريتانيا القادم ينبغي دراسة المرحلة وتحليلها والبحث عن من يمكن أن يحصل من شأنه إجماع بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجيش الوطني الموريتاني. جاء ذلك خلال ندوة نظمها مشروع إلى الأباء موريتانيا تحت عنوان رئيس موريتانيا القادم الصفات والمؤهلات، شارك فيها عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. احنا عشنا مع المختار ولدادة، مثلا عشنا الحزب الواحد، قلنا احنا ما تريناهم اشبه ما تري حد يعيش مثلا نظام الحزب الواحد وحرمها الدستور 91. عشنا مع معاوية منضات كثارة وعادت طوال الفترة، وشفنا عن لين طوال الفترة دائما الرئيس ينصاع والله ينحبس إلا واحد منهم. احنا قاعد ندور رؤساء يعودوا معانا ويمرقوا على كبرهم وعلى حيلتهم، وهذا هو اللي جعلنا عنا نديروا التعديل ونديروه من المحصنات 2006. إذا الصفة الرئيسية أنا بعد عندي مع الصفات الأخرى اللي فاتوا قالوا الإخوة عن المرحلة، يحللها حد ويشوف ذاك اللي قد يصلح عليه الإجماع مبين الفاعلين الكبار الأحزاب السياسية المجتمع المدني والجيش الوطني الموريتاني. من جانب آخر قال الأستاذ الجامعي محمد المحفوظ إن الأمل لا يزال قائما في أن يوجد في القريب العاجل رئيس يستطيع أن ينتشل البلاد مما سماه الواقع المزري الذي قال إنها تعيشه على مستويات عدة. وقال المحفوظ إن الشعب والأحزاب السياسية وما سماها الطاقات الحية في المجتمع يمكن أن تلعب دورا في ذلك. أعتبر بأننا ما نزال نأمل في أن تتحقق لدينا هذه الأمنيات، ما نزال نأمل في أن يوجد في القريب العاجل، ونتمنى أن يكون سنة 2019 بالذات رئيس يستطيع أن يحقق هذه الأهداف ويستطيع أن ينتشل البلاد من الواقع المزري الذي تعيشه في مستويات عديدة، وما ذلك على الله بعزيز. ثم كذلك أيضا أنا ما زلت أعتبر بأن الشعب يمكن أن يدفع في مستويات معينة إلى تحقيق هذا الهدف، وكذلك القوة النبيلة والأحزاب الوطنية المخلصة والطاقات الحية ومشروع موريتانيا إلى الأمام من ضمنها. قال الإعلامي المدير العام لإذاعة التنوير الحسن الملايعلي إن الشرط الوحيد الذي ينبغي الإصرار عليه والمطالبة به أن يكون الرئيس المقبل مختارا عبر صناديق الاقتراع وفي ظرف يتساوى فيه مختلف المتنافسين. وأضاف الملايعلي أن الجميع ينبغي أن يكون إلى جانب من اختاره الشعب الموريتاني من أجل التقدم خطوة نحو الأمام. أنا شخصيا لا أقيم وزنا لهذه التخرصات كلها، صادقها وكاذبها، هي فعلا في هذا كامل، ولكني أعتقد أن الشرط الوحيد الذي ينبغي أن نصر عليه وأن نطالب به جميعا هو أن هذا الرئيس الموريتاني المقبل أن ينتخب في صناديق نظيفة
في ظرف نظيف في وضع تستوي فيه الخصوم المتنافسة، وذاك اللي اختاره الشعب الموريتاني رئيسا له علينا جميعا أن نكون إلى جانبه من أجل التقدم خطوة في اتجاه هذا الهدف والغاية البعيدة التي نصب إليها جميعا والتي ما زالت بعيدة بعيدة بعيدة. بعد تنصيب مجلس بلدي جديد لبلدية المنى، يرفع عدد من العاملين بالبلدية والمواطنين العاديين مطالب عديدة يدعون المجلس البلدي إلى تحقيقها. يعتبر النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتحسين أوضاع المراكز الصحية وتنظيف شوارع المدينة وساحاتها العمومية أبرز مطالب هؤلاء. مأملين على أن هذا المجلس البلدي اللي انتخب لاتحاد من أجل الجمهورية، على أنه لا يلبي إن شاء الله وساكنة المنى، وعلى أنه لا هي إن شاء الله يجعلها في ظروف المناسبة من مقاطعة كانت منكوبة ولاتها اقتصاد هش، على أن هذه الجماعة اللي جات وخاصة السيد العمدة محمد عبد الله الصغير على أنه الشاب المناسب في المكان المناسب، وعلى أنه يعرف المنى وابن مقاطعة المنى ودور يلبي إن شاء الله وساكنة المنى طموحاتها، وراجين إن شاء الله على أن العمال وعلى أن الساكن على أنهم يجبروا الحقوق. ما المعلقة المجلس البلدي هي إحياء ذي المقاطعة بعد الموت اللي كانت واقعة لها، وهو تصحيح الماضي، والمقاطعة كانت على مستوى الحقيقة يرثى له، ومأملين في ذا بعد أسبوع لأن يتغير كل شيء أسوأ وشن هو، وأعلن الحقيقة تعود هي مسار الميناء ماتل على حالته، وهذا من الأوساخ وهذا من المسائل اللي حقيقة هشة راجينها تنحل. مجلس البلدي دور اللي عدل نظام الميناء، نظام الشعب للحق قدامه عمدة منظم شعبه ومنظم حالته، والعمدة كان مليهم والعمدة السابق وصاحبه كان هون، ونبقى اللي يعدل هو يعدل هو اليوم. طالبين من مولانا ومن مولانا يغيروا عنا بصفة عامة، يغيروا عنا مبالتات ويغيروا عنا التهميش ويغيروا عنا هذه الناس الشباب اللي عاضلين عن العمل، وطالبين منهم على أنهم يعدلون البلدية حقيقية ما تود رمزية، وراجين من عند الله التوفيق لنا ولهم وللمسلمين. البلد نضروا يسير أن هذه المقاطعة تسير يعود لوك وإيجابي إلى الناس كاملة، خاصة الشباب اللي كانت معاني عن العمل ومعاني من ياسر من شيء، نختاروا يقوموا فيك القضية ويدعمونا بعض بصفة مباشرة ويدعموا لنا علاقة مباشرة مع الإدارة هون. كانت تلبي لنا بعض الحاجيات اختار ما يعدلنا بلديه حقيقيه، ياك ذلك كنا مشقرين، ياك ما ينقالنا نضك، ما خليتونا نعدوا فهم وقلعتوا منا ولا عدلتوا فيها شيء. لو ساخ كاترينا وشباب صاقي وعايط نبقوا يعدلنا الطب هذا، طب سويسرا ويبقون يعدلنا طب سيدي هذا، هذا كامل حول الميناء يعدلنا، وطالبين من الرئيس يعاوننا، كان منفقع انه دائما ما نشوف البلديه راعينا اليوم قبضنا وطينا هالو، واليوم داري ذا كامل فايدين، ونا ما يعدلونا نقول له عن الشوط ما زال جاي، لا يعتمد علينا، قالوا يعدلنا السيستم حق بينا نعانا خلاقه فيها وربيت فيها حق تقعد، واولادي عادوا رجاله فيها، ما زلنا نوقفوا على الشوك ونوطوا على الوسخ ولاولادنا ويشقوا لنا اولادنا. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي إن المنطقة التي أغرقت بسوق القديم في العاصمة نواكشوط ملك للدولة، وقررت إخلاءها من التجار بعد أن أعطتهم مهلة زمنية للإخلاء لكنهم لم يلتزموا بذلك، مضيفا أن الدولة ستهدم تلك المحلات التجارية لأنها لم تعد تصلح لممارسة العمل التجاري خوفا على أرواح المواطنين. سوق النيوارك فيه منطقتين، فيه منطقة النقر اللي ينقالها كرش البطرون، هاي ملك الدولة الموريتانية هاي الحد، هؤلاء فيها مؤجرون، وذا اللي حايض عليها ملك خاص بتنا السوق الدولة، ذا اللي ملك لها لا هي تدقدقو بيها اللي الصبح يعني يطيح منه بوتيك على حد، لازم فيها لأنها تعرف أنه خطر وملكها ويالا تزيله. طالبت من ذو اللي في الحوانيت اللي هما حوانيت المالكة الدولة حسب العقد المعدل معاهم اني نعطاهم امبريافي داموا، واهلي نعيط لهم الوزير المعني وقال لهم ذاك اللي في مسطر القانون وكتب لهم كتابه ولا التزم بالفتره، ونعطاتهم فتره على انهم يخلوا حوانيتهم، اتلاقوا حوانيت الحوانيت كانوا كارين البريافي نعطالهم وانهم يخلوهم، وان الدوله لا يتصرف
في ذاك في ملكه. وقال أولي الجاي إن السوق القديمة أثبتت دراسة أنه يشكل خطرا على حياة المواطنين، وإن الدولة قررت بناء سوق جديد حماية لثروة المواطنين وممتلكاتهم. أضاف أولي الجاي ردا على سؤال حول إغلاق منطقة بالسوق القديم أن التجار بالسوق القديم عرض عليهم التنازل عن أرضهم وأخذ مقابلها في السوق الجديدة لكنهم رفضوا. سوق اللي هو سوق كابيتال كان ينقال له سوق كابيتال من السنوات، قطعا بعد قبل نجي الحكومه بيلي خلقت دراسه على انه يشكل خطر على 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 حياه الناس اللي فيه، باللي كل وقت طايح منه شيء سقوفه يطايحوا وبنيته عدلته القطاع المعني، وقرر على ان الدوله ولا من هم الدوله انها تبني الاسواق وعندها تدير فيه مواردها، ما هو بناء سوق يقير ملي، هذا ثروة كبيرة للموريتانيين وفيه ياسر من الممتلكات، ولين يطيح عليها والله زيادة على المخاطر الله يعدل، هذه زمن كبير سابق يبتنا تنقضوا الاحتياطات سابق يبتنا، لا هي مصالح الموريتانيين ولا هي الدنيا اللي كانت تشتغل فيه تعود ما لا تشتغل، ولا هي يطرحش من المشاكل. إذا قرر يبني السوق وزروا يبتنا السوق، واللي لين يبتنا السوق بسرعة إنه يلا يحول فيه، كان على إن الدنيا اللي فيه ياك تعدلها تسهيلات وياك تعود هي اللي في السوق الاخر على انها تدخلوا، ونعرض عليهم وهذه شاهد عليها لاني واحده من الاجتماعات معاهم على انهم ارضهم اللي فهم يتنازلوا عنها، قال لا يقبضوا ارض الحوانيت اللي تعود فيهم ضرك مجانا ما تلاو شارينها، يعني القد اللي عندهم الامتار المربعه فهم يقبضوه في الزر الاخر بالامتار المربعه ولا يزيدوا عليه يكون تكلفه البناء. أفادت إحصائية نشرها قبل أيام رئيس قسم الحالات المستعجلة بمستشفى حمد بمدينة أبي تلميذ تسجيل أزيد من 103 حوادث سير خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ذلك على مقطع 50 كيلومتر على طريق الأمل. وقد تسببت هذه الحوادث وفق ذات الإحصائية في وفاة 41 شخصا وإصابة أزيد من 400 آخرين بجروح. أشاد عدد من الصحفيين والشعراء والأدباء خلال ندوة لإحياء الذكرى الأولى لرحيل الأديب والإعلامي الموريتاني محمد فاضل والعبد الدايم بمآثر الراحل وخصاله، ندوة منظمة من طرف فرع مؤسسة عرار العربية في موريتانيا، ووزعت على هامشها عدد من شهادات التكريم. هكذا الحياة، يرحل الأشخاص وتبقى الكلمات والآثار خالدة خلود الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالهالك حقا هو من لا يترك أثرا. ها هي ذي آثاره وسمعته الطيبة وندى أخلاقه الكريمة تأبى كلها أن تغادرنا. أضيف إلى ما قاله الأستاذ مختار أن الأستاذ محمد فاضل العبد الدايم المرحوم لم يكن رساماً أو فناناً تشكيلياً ومغني وشاعراً مبدعاً فحسب، وإنما كان أيضاً مؤرخاً وباحثاً ومفكراً وأديباً، وكان أيضاً نموذجاً في الأخلاق وفي القيم وفي حسن المعاشرة. مضى وهو محمود السجية فاضل لدى الناس مقبول، محمد فاضل شريف ظريف الطبع حلو شمائل، بلى إنه منه لتحلو الشمائل. عرفت الأستاذ محمد فاضل العبد الدايم أكثر وعن قرب في المهجر عندما جمعتنا الغربة في أبوظبي، فجنحت كثيرا إلى شخصيته المتواضعة. محمد رعى مادة مسخيل بيها وتفادى ذكرتها به السيادة، ولعادة قاع أكبر همه شهدوا بيها كم من قادة ومن رجال دب يتخموا، مع عندك الشهادة ما قطت خالط موهم. محمد فاضل ولي عبد الدايم فقيد لقنا لقنا زوانه بل الخلق اللي حميد، الإعلام ما اللي حل به المصاب الشديد، الإعلام ما اللي حل به المصاب الشديد، الرحمة والغفران وجنة الرضوان، فاضلنا يا المنان لا رماه تمجيد، ومفضلك يا الحنان يا الكريم المجيد. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها.
ندوة في نواكشوط تبحث موضوع صفات ومؤهلات رئيس موريتانيا القادم بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. وزير الاقتصاد والمالية يقول إن السلطات قررت إغلاق جزء السوق القديم المملوك للدولة حفاظا على سلامة المواطنين. تسجيل أزيد من 100 حادث سير على طريق الأمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك. الله يرعى على الشاشة. السلام عليكم.